الرحمن ابن ناصر السعدي. وأما اللعان فإذا رمى الرجل زوجته بالزنا فعليه حد القذف 80 جلدة إلا أن يقيم البينة 4 شهود عدول فيقام عليها الحد أو يلاعن فيسقط عنه حد القذف. بصوا يا أخوان، أي إنسان يتهم امرأة بالزنا بدون ما يجيب 4 شهود ده عندنا في الإسلام عليه حد القذف، حتى لو شافها بعينيه وشافها في وضع زنا لا يختلف عليه 2، لابد من وجود البينة. البينة عندنا 4 شهود. تقولي طب ده شيء يعني صعب، خلاص يبقى ما تحكمش عليها بالزنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: البينة أو حد في ظهرك. تعرف أنت لو جيت للقاضي قلت له أنا شفت فلانة بتزني يقيم عليك حد القذف 80 جلدة. ليه؟ لأن ده قذف، قذفت هذه المرأة بدون بينة. تقولي بس أنا ما شو أنا شفت بعيني. أقول لك إن الشرع ما جعلش اللي أنت تشوف بعينيك ده بينة، لازم 4 شهود ويرونها في وضع الزنا والعياذ بالله. تقول لي طب ده صعب، خلاص يبقى تسكت ما تتكلمش. الشرع اراد يا اخواننا الستر، ان الامور دي ما تثارش وتبقى شيء معتاد في المجتمع. ولذلك طبعا احنا بنعتب جدا على المجلات او البرامج التلفزيونيه اللي تجيب المواقف اللي زي كده وتنشرها في المجتمع، يبقى ده شيء معتاد والناس تبتدي تتعود عليه. 4 شهود يتساوي فيهم الرجل والمراه ولا لا؟ ما اعرفش، هو 4 شهود ما اعرفش. فيبقى في 4 شهود، ما فيش يبقى لا تتكلم، لانك لو تكلمت يبقى انت قذفت هذه المراه، وما دمت قذفت هذه المراه عندنا حد القذف 80 جلدة. ولذلك يا اخواننا الشتايم اللي الناس كتيره بتشتمها، يا ابني كذا، اللي فيها نوع من او فيها تصريح بان هذه المراه زانيه، انا المفروض اقيم عليك حد القذف. انا كقاضي شرعي او حاكم شرعي اقيم عليك حد القذف. كل ما تشتم وتتهم امراه بالزنا، هذه الشتايم اللي بنسمعها ليل نهار دي في الاسلام حد قذف 80 جلدة. انت اذا كان لو شفتها ما ينفعش تتهمها، لازم 4 شهور. الكلام اللي هو المشهور اللي هو في تصريح شديد بانها وقعت في الزنا زي ما انتم عارفين يعني. طيب يبقى الاول لو شفت ما تقولش الا ب4 شهود. ليه؟ زي ما قلت لك الشرع اراد الستر، لكن البرامج والمجلات اللي تقعد كل شويه تحكي فالناس يقول لك ما خلاص ما كله بيعمل كده يبقى الموضوع بقى سهل. لا ما ينفعش. طيب الراجل بقى لو شايف الموضوع ده مع زوجته، هنا في مشكله بقى، وده حصل فعلا. طب انا شفت الزوجه بتزني، هل هجيب 4 شهود؟ الامر صعب. وفي نفس الوقت لو انا قلت عليها زنت، ما انا هينسب الي ولد مش ولدي، وصعب جدا ان انا اجيب 4 شهود. طب نعمل ايه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم ياتي ليه وحي قال له البينه وحد في ظهرك، لازم تجيب 4 شهود. فأنزل الله عز وجل آيات سورة النور إن في مخرج للزوج، ممكن ما يجيبش 4 شهود بس يعمل حاجة اسمها الملاعنة. إيه هو الملاعنة؟ يروح للقاضي ويشهد إن زوجته زنت. طبعا هي هتقول لك أنا بريئة، فالقاضي يقول له إيه؟ يقول له احلف. فيروح كده، الآيات بتقول كده اختصارا يعني، يقول أشهد أن هذه المرأة قد زنت. بعد ما يقول كده يقول وأشهد بالله إني لمن الصادقين، وأشهد بالله إني لمن الصادقين، وأشهد بالله إني لمن الصادقين، وأشهد بالله إني لمن الصادقين. يبقى يقول 4 مرات اللي هو من الصادقين. القاضي يعمل إيه؟ يحكم بقى إن هي زنت، يروح لها بقى ها والخامسة، وبعد كده في الخامسة يقول الله يفتح عليك
وبعد يقول أشهد أنهم صادقين أربع مرات، يقول في الخامسة ولعنة الله علي إن كنت من الكاذبين. طبعا موقف مهيب، الإنسان اللي هيتجرع على هذا الكلام دون حقيقة ده له وعيد شديد عند الله. ده كده ده حكم، ده حكم الإسلام. ده أنا بقوله ده حكم الإسلام في مثل هذه المواقف. الست تعمل إيه؟ ويدرأ عنها العذاب. المفروض اللي قاله ده، نشوف بقى الست لو قالت آه صح أنا أخطأت يبقى يقام عليها الحد. طب عشان ما نقيمش عليها الحد لازم تعمل حاجة مضادة. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين. تقول أنا لم أزن، وأشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وأشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وأشهد بالله إنه لمن الكاذبين، وأشهد بالله إنه لمن الكاذبين. والخامسة وتقول في الأخيرة وغضب الله علي إن كان من الصادقين. شفت أمور العرض، أمور خطيرة. هنا بقى لو هو حلف وهي حلفت، لا هو نقيم عليه الحد ولا هي نقيم عليه حد. دي اسمها الملعنة، دي فايدة الملعنة. النهاردة في مشكلة، النهاردة هو بيتهمها، فأنا بين إن أنا أقيم على حد القذف عشان ما جابش أربع شهود، وما بين إن أنا أجلدها عشان هي زادت. فالملعنة دي أسقطت عنه حد القذف، والملعنة بتاعتها أسقطت عنها حد الإيه؟ الزنا. يبقى خلاص هنا بقى القاضي يفرق بينهم تفريق أبدي. يعني رجعوا عايزين يرجعوا لبعض وتابوا ولا اعترفوا ولا أي شيء، لا يمكن إنه يرجعوا لبعض أبدا مهما كانت الأمور. ليه؟ ده تفريق أبدي. هي السليمة لما الإنسان يتهم زوجته يعني يتخلص منها عشان يطلق عشان ما ينسبش إليه. حتى قالوا كده، قالوا طب لو في ابن بقى ما ينسبش لي، إنما الأبناء اللي قبل كده ينسب لي، إنما الابن اللي لاعن بسببه ما ينسبش لي، إنما ينسب لأمه، لأنه هو بيقول الابن ده مش ابني. خلاص هي يبقى الست هينسب إليه الولد ومش هيقام عليه الحد، بس هو عشان عمل الملعنة دي برضو مش هينسب إليه الابن. ولا يجوز إن تتهم المرأة في عرضه بعد الملعنة. منهجة جوزك قال ما ينفعش، لو قلت عليها حاجة هتتجلد حد القذف، خلاص الموضوع انتهى ومفيش حد يتجرأ انه يخوض في العرض. ده خلاص الكلام اللي قاله. فهو بقى الشيخ هنا بيقول وصفة اللعان على ما ذكره الله في سورة النور والذين يرمون أزواجهم إلى آخر الآيات، فيشهد خمس شهادات بالله إنها لزانية، ويقول في الخامسة وإن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ثم تشهد هي خمس مرات بالله إنه لمن الكاذبين، وتقول في الخامسة وإن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم اللعان سقط عنه الحد وانضرأ عنها العذاب، وحصلت الفرقة بينهما والتحريم المؤبد، وانتفى الولد إذا ذكر في اللعان، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.